مناظرة تاريخية مرتقبة بين بايدن وترامب. بوليفيا تعلن إحباط محاولة انقلاب والقبض على قائد الجيش. أمازون تدخل نادي التريليوني دولار. البداية من المناظرة التاريخية المرتقبة، حيث يتحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنافسه دونالد ترامب خلال ساعات لأبرز محطات الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ترامب وبايدن يتواجهان في مناظرة رئاسية أولى من بين اثنتين مقررتين على درجة من الخطورة لكليهما، في إطار سعيهما للظفر بالبيت الأبيض لفترة حكم ثانية في انتخابات نوفمبر المقبل. آخر استطلاع للرأي أظهر أن الناخبين في الولايات الرئيسية الذين من المرجح أن يقرروا مصير الانتخابات الأمريكية يثقون بالرئيس السابق ترامب أكثر من الرئيس الحالي بايدن. من الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، حيث تواصل إسرائيل حربها على غزة مخلفة عشرات القتلى والجرحى الفلسطينيين جراء غاراتها التي طالت مختلف مناطق القطاع وتركزت في أحياء الشجاعية وجباليا ومخيم نصيرات وخان يونس وبيت لهيا في الضفة الغربية. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد فرقة قناصة خلال اقتحام مدينة جنين وإصابة 16 جنديا بجروح متفاوتة، فيما كشفت تحقيقات الجيش الأولية بأن عبوتين كبيرتين تم زرعهما على عمق متر ونصف المتر وجرى تفجيرها في آليات إسرائيلية. إلى بوليفيا، حيث أقال الرئيس لويس أرسي قائد الجيش الجنرال خوان خوسيه زونيجا وأمر باعتقاله بعدما اتهمه بتنفيذ محاولة انقلاب فاشلة بحسب مشاهد بثها التلفزيون الرسمي. الرئيس البوليفي حض مواطنيه على التعبئة ضد الانقلاب بعد أن حاول عسكريون اقتحام القصر الرئاسي في العاصمة لاباز وسط إدانات دولية. أرسي قال عبر منصة إكس: ندين التعبئة غير النظامية لبعض وحدات الجيش البوليفي ويجب احترام الديمقراطية. في الاقتصاد، ارتفعت أسهم شركة أمازون بأكثر من 3% ما دفع القيمة السوقية للشركة إلى ما يزيد على تريليوني دولار للمرة الأولى. وبتجاوز هذا الإنجاز تنضم أمازون إلى إنفيديا وأبل وألفابت ومايكروسوفت التي تبلغ قيمتها جميعها تريليوني دولار أو أكثر. المستثمرون تكدسوا في أسهم شركات التكنولوجيا في الآونة الأخيرة مع وصول الإثارة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى درجة الحمى. في خبرنا الأخير، خطفت لاعبة كرة السلة الصينية الأنظار مستفيدة من طولها الفارع للتفوق على منافساتها في حدث دولي، وبدأت تقارن بنجم بلادها السابق ياومينغ. وبحسب الاتحاد الدولي لكرة السلة، يبلغ طول جانغ زيو مترين وعشرين سنتيمترا، بيد أن الصحف الصينية أشارت إلى أن اللاعبة البالغة 17 عاما يبلغ طولها أكثر من ذلك. في الحالتين استخدمت زيو طولها لمساعدة المنتخب المضيف على تحقيق فوزين سهلين هذا الأسبوع في بطولة آسيا للسيدات تحت 18 سنة في شنغان، كما انتشرت مقاطع فيديو لها في مختلف أنحاء العالم على مواقع التواصل الاجتماعي.